المغاربة كلهم تيشهدوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ماشي في اللحية، الإسلام ماشي في الدرة، الإسلام في قلوب المؤمنين. احنا كلنا مؤمنون. يا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من نهار فاش نزل، من نهار فاش جا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونزلت أول آية اقرأ، والمسلمين فيما بينهم لا فرق ما بين سيد وعبد. بقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. وأقول كذلك لهؤلاء الآية الكريمة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العظيم.